أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم طبعة المشاهد، اخترنا لكم أبرز الأخبار الصحفية في صحفنا لهذا اليوم وإلى العناوين. محاكم المملكة تبدأ اليوم بتطبيق إشعار المرأة بتعديلات الحالة الاجتماعية عبر رسائل الجوال. مشروع سلام للتواصل الحضاري يطلق اليوم ملتقى سلام السعودية. اكتمال توطين 12 نشاطا والسماح لعمل المرأة في قطاع السيارات. نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية، حيث تبدأ محاكم المملكة غدا تطبيق توجيهات معالي وزير العدل القاضية بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية رسالة النصية، كما سيتمكن النساء في المملكة من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية. وكانت وزارة العدل قد دشنت خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آليا بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث يتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام إبشر ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية. الحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيوفي في الاستوديو الإعلامي أستاذ خالد الخضري. مرحبا أستاذ خالد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وأيضا من استديوهاتنا في جدة الأستاذ حامد الرفاعي الصحفي في صحيفة الوطن. مرحبا أستاذ حامد. مرحبا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين. أهلا فيك. بداية أبدأ معك أستاذ خالد، يعني دائما نشوف إنجازات وراء إنجاز يتلو من قبل وزارة العدل، ونشوف هناك تفاعل كبير خاصة من قبل وزارة من قبل في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف شفت هذه الإنجازات وزارة العدل؟ يعني أولا فعلا هناك تحول كبير فيما يتعلق بوزارة العدل الآن، وهناك يعني في تجاوز كبير للكثير من السلبيات التي كانت في السابق فيما يتعلق بالأحكام القضائية والمواعيد، بالذات في المحاكم وما إلى ذلك. كانت المواعيد تأخذ وقت طويل، يعني أحيانا تصل إلى 6 شهور إلى أكثر من ذلك إذا كان والله في جلسة جديدة أو أجلت لأي سبب الأسباب. والله يحتاج الواحد أحيانا سنتين إلى أن يعني يكتمل الموضوع تماما، بالذات فيما يتعلق الشؤون المتعلقة بالشؤون الأسرية والشؤون الشخصية تحديدا. يعني فهذه كانت تعتبر مأزق كبير تعيشه المحاكم. اليوم المحاكم اختلفت كليا فيما يتعلق بهذا الجانب. يعني اليوم أنت من يوم تعبي الابليكيشن فيما يتعلق برفع دعوة أو قضية تلاقي لك تختار موعد يناسبك ويكون قريب جدا، يعني خلال أسبوع أو أسبوعين من زمن دخولك على التطبيق. فهذا بحد ذاته نقلة مهمة. هذا واحد. الآن التكنولوجيا الحديثة بكل ما فيها والتطبيقات الموجودة، الويب سايت، الموقع الإلكتروني وما إلى ذلك، سهل كثير على الناس، وهو يساعد وييسر كثير من الأمور التي يمكن أن تستطيع أن تكون مساعدا يعني تنفيذ كثير من الإجراءات التي كانت يعني كنا نسميها إجراءات بيروقراطية. اليوم ليست إجراءات بيروقراطية وإنما هي إجراءات سلسة وسهلة جدا. سأصبح هناك ربط إلكتروني لجميع الوزارات التي من ثم تسهل على الناس كثير من هذه النقاط. فيما يتعلق بالمرأة تحديدا هذه الجزئية رائعة جدا، خاصة وأن المرأة بحاجة إلى أن يكون هناك تسهيلات إلكترونية يعني تستطيع من خلالها الوصول إلى ما يتعلق بكل القضايا المتعلقة فيها. جميل. أستاذ حامد، هذا التحول الكبير الذي جعل من وزارة العدل في إشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية، ونشوف وزارة العدل يمكن تسعى مستقبلا تحويلها رقميا بشكل كامل في قطاعات القضاء، تعليقك؟ بالفعل هذا يضاف للتحول وللمبادرات المتعددة من وزارة العدل. نحن شاهدنا خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات التي أسهمت في هذا التحول. شاهدنا مبادرة مكاتب المصالحة، شاهدنا أيضا الوكالات المتنقلة، شاهدنا العديد والعديد من وزارة العدل. الآن نشاهد القرار الذي يتضمن بإرسال الرسائل النصية للمرأة في سواء في حالة الزواج أو في حالة الطلاق، يبين أن وزارة العدل تتفاعل
مع التوجيهات الملكية الكريمة التي تقضي بتمكين المرأة والحرص على إعطاء العنصر النسائي جميع حقوقهن في مملكة الإنسانية ومملكة العطاء. لا نستغرب هذا الإنجاز، ونحن نشاهد يتسنم هذه الوزارة رجل ذو كفاءة، وهو من القدرات الشابة التي أثبتت وجودها معالي الشيخ وليد الصمعاني. شاهدنا خلال فترة وزارته العديد من المبادرات. الآن تعتبر وزارة العدل مثال حي لما تشهده المملكة العربية السعودية من حرص على مواكبة رؤية الوطن 2030. جميل جدا. أستاذ خالد، يعني هناك تطبيق اسمه ناجز، يعني في تسهيل على المستفيدات، موجود في أبليكيشن، موجود في التطبيق في الهواتف الذكية. لما نشاهد هذا التطبيق الموجود، يعني سوف يكون هناك تيسير في أعمالهن بشكل كبير. لما نشوف هذه المبادرات من وزارة العدل، ونشوف هذه التسهيلات من وزارة العدل وحفظ للحقوق، ماذا يعطي انطباع للمواطنين وأيضا المواطنات؟ يعني هذا شيء جيد، يعني يؤكد أنه الوزارة هذه حريصة على كل ما يتعلق بمصالح المواطنين عموما ومصلحة المرأة على وجه التحديد، التي كانت تعاني في فترات ماضية كثير من المعاناة المرتبطة بالوصول إلى حقها الشرعي فيما يتعلق برفع القضايا أو ما إلى ذلك. يعني عندنا الباركود، الآن الباركود يعتبر اليوم وثيقة رسمية الآن، وثبتت كوثيقة رسمية، من خلالها يستطيع يعني الشخص يحصل على نسخة إلكترونية من الحكم القضائي مثلا وما إلى ذلك من خلال الباركود. خلاص ما يحتاج والله يأخذ نسخة مختومة والقضايا دي كلها الأسلوب القديم. الباركود يعتبر ختم توثيقي، لأنه يرجعك للأصل أو المستند الأصل في الوزارة نفسها. هذه يعني احنا نسعى الآن إلى حكومة بلا ورق، وهذا شيء الدولة الآن تسعى له من خلال رؤية 2030 التي تسعى إلى تأسيس. يعني ونتمنى دائما جميع الجهات الحكومية تحذو بحذو وزارة العدل. ننتقل إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث تنطلق اليوم فعاليات ملتقى سلام السعودية الذي ينظمه مشروع سلام التواصل الحضاري في مقر مركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية في الرياض، ويستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من شباب المملكة المبدعين في مجالات العمل الإنساني والثقافة والفكر وشخصيات عالمية مهتمة بالشأن السعودي. ويركز الملتقى على الكشف عن كنوز قيم التعايش والوئام والرحمة واحترام التنوع في الثقافة السعودية، والتي تنسجم مع استراتيجية المملكة الطموحة التي عبرت عنها رؤية 2030 لترسيخ مبادئ التعايش والحوار بين البشر باختلاف أديانهم وثقافاتهم وأعراقهم. أستاذ حامد، ما تقييمك لهذه التظاهرة الذي في ملتقى سلام السعودية الذي يركز على التواصل الحضاري بين الشعوب وإبراز منجزات السعودية؟ هذه تظاهرة مميزة سوف تسهم في كسر الجمود مع الآخر. نحن نتحدث عن ثقافات متعددة تسهم في الجوانب الفكرية وأيضا في الجوانب الثقافية، من خلال الاطلاع على فعاليات هذه التظاهرة التي سوف تتواصل لمدة يومين. نلاحظ أنها تركز على الأفلام القصيرة التي تبين الإنجازات والمبادرات لعدد من الشباب السعودي. أيضا نلاحظ أن من خلال هذه التظاهرة وجود فعاليات أخرى متعلقة بالحوار مع الآخر، وخاصة مع الإخوة المقيمين على أرض هذه البلاد الطاهرة. بالفعل المملكة العربية السعودية ماضية في توجهاتها المرتبطة بالإنسانية. نحن نتحدث عن جانب إنساني مهم، جانب يتعلق بالحوار وهو نهج الحكماء ومن المبادئ الإسلامية،
هذه جميل. تفضل. جميل جدا. أنتقل معك أستاذ خالد في نقطة معينة، أهمية هذا الملتقى للشباب السعودي، يعني نتحدث عن الآثار المستقبلية لهذا الملتقى. جميل. يعني احنا نعرف انه الحوار يعني قبول الآخر، عندما يكون لديك قابلية للحوار يعني أنك تقبل الآخر في الأساس، هذا الآخر المختلف عنك من ناحية الفكر واللون وطريقة التفكير وربما الطائفة التي ينتمي إليها وما إلى ذلك، حتى لو الرأي لا يفسد قضية بطبيعة الحال، ويجب أن أقبل الآخر كما هو، ولا يجب أن يعني أتعصب جدا لرأيي وأتبنى رأيي بصورة تجعلني أفرض رأيي على الآخر أو أدعو الآخر أن يكون على نفس ملتي أو على نفس منهجي أو طريقتي. هذه نقطة مهمة. التعايش يعني قبول الآخر، يعني أن نتعايش معا، أن نكون يعني تحت ظل وطن واحد وتحت ظل سماء واحدة ظلنا وتحت ظل دولة واحدة، وهذا يكرس أيضا روح الوطنية عند المواطنين بصورة كبيرة. جميل. يعزز الوطنية، يجعل الوطنية ذات قيمة أهم من أي شيء آخر، يجعلنا جميعا نحن جميعا من أجل هذا الوطن. جميل. أستاذكم ضيوف، جميل أستاذكم ضيوفي الكرام، في أخذ اتصال مع الدكتور فهد السلطان المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري. مرحبا دكتور فهد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ فهد مرحبا بك في برنامجنا، برنامج طبعة المشاهد. بداية حدثنا عن ملتقى هذا الملتقى ودوره في تعزيز التقارب الإنساني بين مختلف الحضارات والثقافات المختلفة. حياكم الله أولا وشكرا على تواصلكم. الحقيقة لا. طبعا هذا الملتقى الذي ينطلق إن شاء الله مساء هذا اليوم يقوم عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري، و مشروع سلام الحقيقة تأسس في العام 2015 وقام بعدد من المبادرات، يمكن أهمها هو دراسة واقع الصورة الذهنية للمملكة وتعزيز سبل التواصل الحضاري. هذه واحدة من مبادرات المشروع، والحقيقة إن شاء الله مساء اليوم سوف يكون عندنا نشاطين رئيسيين. الأول سوف يكون لقاء حواري يجمع الشباب السعودي أو مجموعة من الشباب السعودي ونظرائهم من دول وثقافات مختلفة. الهدف هو تعزيز التواصل الحضاري، تبادل الخبرات الثقافية، الحديث أيضا عن تجارب هؤلاء الذين يعيشون بيننا من خلال إقامتهم في المملكة ومصادفتهم أيضا لنظرائهم السعوديين، وعن مفاهيم التعايش والتسامح في المجتمع السعودي. فهذه الحقيقة واحدة من الفعاليات الرئيسية. جميل. أنا شدتني دكتور فهد في نقطة معينة، شدتني يعني حضور يعني شخصيات عالمية مهتمة بتراث المملكة وأهمية المملكة، وهناك سوف يقدمون مثل حوار بين الشاب السعودي وبينهم. حدثنا عن هذا الأمر تحديدا. الحقيقة طبعا هذا إن شاء الله سوف يكون يوم غد، وسوف يكون طبعا من خلال قصص سلام. سوف يكون لدينا متحدثين من الولايات المتحدة ومن اليابان وأيضا من كولومبيا، ومتحدثين سعوديين وعدد الحقيقة. جميل. من الجنسيات. هؤلاء الحقيقة جزء منهم كبير عاش في السعودية أو أقام فيها لمدة معينة أو ساهم في عمل معين، ولذلك هم سوف يحكون عن هذه القصص التي صادفتهم وعن تجربتهم في العيش في المملكة العربية السعودية. وأعتقد أنه لدينا نماذج كثيرة الحقيقة يجب أن نقدمها، وكما تعلم يعني في تاريخ المملكة المعاصر يعني ملايين الأشخاص الذين قدموا وأقاموا وتعايشوا بمختلف أديانهم ومختلف خلفياتهم الثقافية. لذلك أنا أعتقد أنه ما سوف يقدمه هؤلاء المتحدثين يوم غد في قصة سلام سوف تعكس الواقع الحقيقي للمملكة وشعبها من خلال يعني إيماننا جميعا في المملكة بمفهوم التعايش مع كل الثقافات. جميل. ومع كل التوجهات. جميل. الدكتور فالحقيقة هذا طبعا يعني اليوم الثاني، بس اليوم أحب أن أنوه أنه أيضا سوف يكون في حفل لتوزيع جوائز مسابقة سلام للأفلام القصيرة. والحقيقة تقدم لهذه المسابقة أكثر من 50 فيلم. طبعا نحن طلبنا أن تكون باللغة الإنجليزية وأن تكون يعني في حدود 3 دقائق. جميل. وأن تقدم المنجز التنموي للمملكة العربية السعودية، وأعتقد إن شاء الله أن هذه سوف تكون. بس أخيرا دكتور فهد، هل الدعوة عامة؟
نعم الدعوة عامة، ولكن يبدو أنه في أعداد كبيرة. طبعا نحن أيضا فتحنا التسجيل خلال 3 أيام الماضية وما شاء الله في إقبال كبير، ولذلك جدا. أعتقد أن العدد الآن يعني تقريبا شبه مكتمل. جميل. دكتور فهد السلطان المدير التنفيذي لمشروع سلامة التواصل الحضاري، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى ثالث ملفاتنا الصحفية، حيث تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غدا الاثنين تطبيق قرار توطين المهن في منافذ البيع في أنشطة مجال الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطع غيار السيارات والسجاد بكل أنواعه والحلويات. وكانت الوزارة قد اعتمدت الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين. أستاذ حامد، يعني نشاهد دائما ودوما يعني هناك توطين في جميع المهن، ونشاهد مثل توطين الاتصالات والآن توطين مواد الإعمار والبناء وقطع غيار السيارات. هل هناك إشكالية في التوطين في بداية التوطين؟ لا أعتقد أن الإشكالية يعني كبيرة أو أنها ظاهرة. نعم توجد بعض الإشكاليات التي تم ملاحظتها من خلال الجولات التفتيشية لمنسوبي وزارة العمل، لعل من أبرزها وجود بعض الحالات للتوطين الوهمي، لكن أعتقد أن الجولات المستمرة سوف تسهم في القضاء على مثل هذه الإشكاليات. جميل. بس في نقطة معينة أستاذ حامد، يعني هناك في بعض المهن نشاهدنا في هناك توطين، بس بعض المحلات أقفلت تحديدا. صحيح. أنا أعتقد أنها فترة تصحيح وضع. لاحظنا خلال الفترة الماضية أيضا أن العديد من الشباب السعودي سواء بنين أو بنات أثبتوا جدارتهم، أثبتوا إمكانيات عالية في هذه المهن التي تم توطينها، محلات الجوالات، الأجهزة الكهربائية، محلات الذهب، العديد من المهن التي تم توطينها خلال الفترة الماضية. جميل. أنجزت وبشكل إيجابي وفعال. نتمنى أن تواصل وزارة العمل من خلال توطين المهن المتبقية التي تم الإعلان عنها موضوع الزيارات المستمرة وجولات التفتيش. جميل جدا. أستاذ خالد، يعني كيف تقرأ هذه الخطوة من قبل الوزارة في عملية التوطين يعني وتمكين عمل المرأة بشكل كبير؟ يعني سوف نشاهد يمكن المرأة في قطاع السيارات. أنا أتكلم عن شيء مهم أنت سألته لزميلي أيضا وهو أضاف في إضافة ممتازة، لكن أنا أقول أنه التوطين يجب أن يصاحب تدريب. التدريب مهم جدا في هذه المسألة. يعني أنا حضرت ملتقى مرة كان فيه مشروع وطني مهم جدا لتوطين الشباب السعودي في المصانع مثلا، فكان ضمن المشروع اللي هو أصحاب المصانع بيعطوهم كفاءات سعودية مدربة، في نفس الوقت يتم اختبار هؤلاء الشباب لمدة 3 أشهر، إذا ما أثبتوا جدارتهم ممكن يغيروا لصاحب المصنع شباب آخرين أكفاء. إذا والله العظيم مو كل شاب منتزم في عمله بالشكل الجيد، مو كل شاب قادر على أنه يعطي عطاء جيد، في نفس الوقت مو كل شاب فاشل ولا كل شاب، شبابنا عندهم قدرات عالية جدا لكن يحتاجون إلى التدريب. التدريب مهم جدا. التدريب يجب أن يرتبط جدا بالتوطين. طيب بسك سؤال أستاذ خالد، يعني أنت أنا معك في مسألة التدريب، لكن الذي يأتون من العمالة الوافدة غير مدربين عندنا، يدربوا عندنا. صحيح. لكن الوضع يختلف. أنت الآن تبغى يعني تعطي صاحب المؤسسة أو الشركة تبغى تعطيه موظف، والمفروض يكون موظف هذا جاهز في نفس الوقت. من مسؤول عن تدريبهم؟ هل صاحب المؤسسة مثل ما يدرب العام الوافد؟ ليش ما يدرب؟ أنا في نظري اللجنة الوطنية مهم جدا أن تساهم في هذا الدور بالذات، أنه الآن يعني أنها تساهم هي السعودة في عملية حتى رواتبهم لمدة معينة، معروف هذا الشيء، تدفع عنهم نص رواتبهم تقريبا. فإذا التدريب لا يقل أهمية، يجب أن يتماشى التدريب تماما مع عملية التوطين. بدون ما يكون هناك تدريب المسألة فيها خلل تعتبر. جميل. التدريب هو الحل. طيب تمكين عمل المرأة في قطاع السيارات شيء جميل. أنا أعتبر أن المرأة قادرة أن تعمل في مجالات كثيرة، بالذات اليوم مع قيادة المرأة السيارة شيء جميل جدا أن تعمل المرأة في مجال السيارات، وأيضا جميل. في المجالات التي يمكن أن تواجه فيها المرأة مواقف معينة جميل. تؤدي بها إلى أنه تحتاج إلى امرأة مثلها جميل.
في هذا الجوانب. جميل جدا. ننتقل إلى آخر ملفاتنا الصحفية، حيث يعود اليوم الأحد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة لاستئناف الفصل الدراسي الثاني، وشددت إدارة التعليم في جميع مناطق المملكة على المدارس بأهمية الجاهزية الكاملة ومتابعة الانتظام الدراسي وحضور الطلاب واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الغياب والتأخير. وحتى جميع المعلمين والمعلمات بالمشاركة الفعالة لتحقيق الأهداف المرسومة. أستاذ حامد، يعني عودة خير إن شاء الله للطلاب والطالبات، ولكن هناك إشكالية دائما تعاني المدارس في بعد الإجازة من قلة الحضور. بالفعل توجد العديد من الإشكاليات، لعل من أبرزها عدم وجود جاذبية في هذه المدارس. أيضا لا ننسى أن الإجازة كانت فترتها قصيرة، فترة الإجازة كانت مواكبة لفترة شتوية، ربما أدت هذه العوامل جميعها إلى وجود تباين في الحضور، وجود تباين في التفاعل من إدارة تعليمية لأخرى. جميل جدا. أستاذ خالد، ما عندي الوقت الكافي، يعني مثل ما ذكر يعني هناك معاناة في المدارس في بداية الترم الأول الغياب، من وجهة نظرك ما هي الحلول؟ كيف أنا أجعل الطالب والطالبة يحبون المدارس، يحبون الفعاليات المصاحبة لها؟ المشكلة في البيئة كلها، البيئة الدراسية فيها، يعني الآن اليوم والله الدولة قررت أنها يعني تغييرات في الوزارة، وزير جديد وإلى ذلك. المشكلة اللي بيواجهها أي قيادي يتولى وزارة التعليم هي قضية البيئة المدرسية. البيئة المدرسية فيها إشكالات كبيرة، خاصة أن نعيش بيئات كثيرة متعددة، يعني بيئة في قرية، في بيئة في مدينة تختلف عن بعض البعض، مدرسة نموذجية، مدرسة عادية حكومية، مدرسة مستأجرة. يعني تجهيز البيئة المدرسية مهم جدا في حل هذه المشكلة. وياريت والله أشكرك الأستاذ حامد الرفاعي الصحفي في صحيفة المدينة، شكرا جزيلا لك على قبولك دعوتنا وعلى حديثك في حلقة اليوم. شكرا لك. أيضا أشكرك الأستاذ الإعلامي خالد الخضر، شكرا جزيلا على قبولك دعوتنا وحديثك في حلقة اليوم. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وقبل ختام تقبل تحياتي أنا محدثكم تامر العجمي، وتحيات طاقم العمل. إلى اللقاء.